أعزائي المشاهدين، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الحلول التي أوجدها أهل بغداد لمشكلة مهمة، هي مشكلة توفير مياه الشرب في مدينة يعني كبغداد كانت تترامى على مسافات بعيدة نسبياً عن نهر دجلة. كان لابد من إيجاد حلول هندسية ومشاريع هندسية لتوصيل المياه إلى آخر بيت من القسم المأهول منها، لأن ليست كل بغداد كانت مأهولة في العصر العثماني. وتحدثنا أيضاً عن يعني سقاية الميدان المعروفة بسقاية الوزير والي بغداد حسين باشا السلحدار، وإلى السقاية التي كانت توصل المياه إلى السقاية البرانية في جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني، والتي ما زال بعض آثارها موجودا حتى اليوم. كانت ثمة مشاريع أخرى مشابهة، يعني كان هناك مشروع من سبع كرود يعني سبع دواليب، سميت المنطقة التي كان يقع فيها بالسبع أبكار. سبع أبكار يعني سبع بكرات، هذا الدولاب كان يسمى بكرة، وبالتالي عرفت المنطقة بسبع أبكار، وما تزال محلة كبيرة في بغداد الشرقية يعني في منطقة ساحة الوثبة تقريبا الحالية، ظلت تسمى سبع أبكار، وكثير من الناس يجهل هذا سبب هذه التسمية. حقيقة السبب هو وجود سقاية كبيرة تأخذ مياهها من سبعة بكرات أو أبكار كما سميت في ذلك العصر. كان الماء يتدفق من خلال ساقية هذه أو الحوض المرفوع الذي ينحدر منه المياه، لم تكن ساقية على الأرض على وجه الأرض، وإنما كان الساقية مرفوعة على عقود يعني تتخلل الأزقة والبيوت وتتفرع إلى عدد من السقايات الفرعية. كانت تسقي منطقة الآن هي ساحة الوثبة، الآن تسمى ساحة الوثبة، وكان هناك في مكان عمارة حافظ القاضي التي يعرفها البغداديون، وهي أحد معالم هذه الساحة، وهي من أقدم الساحات في بغداد الحديثة. مكان عمارة حافظ القاضي كان هناك دار يسكنها القاصد الرسولي، يعني سفير البابا في بغداد، وكانت هذه الدار يعني تحيط بها بستان أو حديقة واسعة، وبالتالي كانت المياه تصل إلى هذه البستان ويعني تروي سواقيها وتخرج منها إلى قصور وبساتين أخرى. هذه المنطقة كانت حافلة بالقصور والدور، وخاصة قصور السرات، يعني كبار تجار بغداد كانوا يسكنون في منطقة تقريبا هذه منطقة سبع أبكار، ومنها قصر السيد عبد النعمان الباتشي على نهر دجلة، وكان يسمى بقصر التماثيل. ونعمان الباتشي هو نقيب تجار بغداد في العصر العثماني، خاصة يعني في الثلث الأول من القرن التاسع عشر، وكان قصره هذا مضرب المثل بالفخامة والاتساع، وكان تاجرا متمولا كبيرا، وله يعني تجارات رائجة في ذلك العصر، وله خان كبير وهو خان الباتشي الذي لا زال موجودا قريب من المدرسة المستنصرية. هذا القصر عرف بقصر التماثيل لأنه كان مزينا بعدد من التماثيل لم يرى البغداديون مثلها في ذلك العصر، يعني كان هناك تحفظ تجاه إقامة التماثيل في البيوت والقصور وفي المنشآت العامة. هذا الرجل أقام هذه التماثيل حتى عرف قصره بقصر التماثيل، وظل القصر ماثلا إلى وقت يعني ليس بالبعيد،
ومع الأسف يعني شغله فندق وأيضا سوق لبيع الملابس وغير ذلك، مع الأسف استغل استغلالا سيئا، مع أنه جدير وكان يعني من الجدير أن يحافظ عليه كأحد المعالم المهمة من قصور ذلك العصر. هذه المنطقة عرفت إذن بمحلة سبع أبكار، وهناك مشاريع مشابهة. يعني السيدة عادلة خاتون صاحبة المبرات الكثيرة، وهي يعني زوجة سليمان باشا الأول اللي يعرف بالتاريخ باسم سليمان باشا أبو ليلة، هذا أول ولاة المماليك، وهي بنت والي بغداد أحمد باشا، والي بغداد القوي اللي أسس نظام المماليك. هذه السيدة كانت سيدة حازمة وقوية، ونسبت لها مآثر كثيرة، منها أنها أنشأت خان عادلة خاتون قريب من شارع البنوق، وأنشأت جامعين في بغداد، وأنشأت جامعا كبيرا في ماردين، ولها مبرات يعني لم تقتصر على بغداد وحدها وإنما على مدن عراقية بل وحتى ماردين، كانت ماردين في ذلك العصر جزءا من ولاية بغداد، فأنشأت جامعا هناك يعرف الآن بجامع الريحانيين في أحد أسواق مدينة ماردين. هذه السيدة أيضا أنشأت مشروعا ليزود المنطقة، يعني منطقة شارع البنوق الحالي وما حوله والمحكمة الشرعية القديمة التي نقضت وأصبحت الآن يعني سوق أو قيصرية. هذه المنطقة كانت تروى أو تغذى بالماء الذي يوصل أو يوصل إليها عن طريق قناة مرفوعة تأخذ المياه من دجلة من خلال دولاب كسائر النواعير التي أو الدواليب التي تحدثنا عنها. هذه السيدة بالمناسبة هي التي أنشأت أو عمرت المحكمة الشرعية، وشيدت إلى جانبها دارا للقضاة، كان القضاة يعني يتسلمون عملهم في بغداد ولم تكن ثمة دار خاصة بإقامتهم، فهي تبرعت وأنشأت هذه الدار وسميت بيت القضاة، وبنت يعني هذه المرافق الدينية والثقافية، الجوامع، المدارس، ووقفت أوقافا كثيرة جدا لإدامة الإنفاق على هذه المنشآت. هذه السيدة المحسنة حقيقة يعني جديرة بأن نتذكرها لكثرة ما أنفقت على وجوه الخير وما كانت تتصدق به من أموال على المحتاجين. هذا ربما هذه لمحة سريعة عن مياه الشرب ومشاكل مياه الشرب وطرق التغلب على هذه المشاكل. علينا الآن أن ننتقل إلى يعني استعراض بعض المنشآت المهمة في بغداد في هذا العصر. ربما الكثيرون يعرفون محلة الحيدر خانة، وحينما يمشون في شارع الرشيد إذا رفعوا رؤوسهم سيجدون جامعا أو قبة لجامع كبير هو جامع الحيدر خانة. جامع الحيدر خانة أنشئ في تاريخ لا نعرفه على وجه التحديد، من الراجح أنه هو مسجد بناه الخليفة الناصر لدين الله في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع، يعني أما 580 590 أو ربما 600 وكذا، وكان يعرف بمسجد الخبازين أو يعني مسجد سوق السلطان، لأنه شارع الرشيد كان يعني في مكانه سوق السلطان، وهو جزء من محل السوق الثلاثاء اللي تحدثنا عنها في وقت سابق. هذا المسجد ظل عامراً
في القرون التالية، يعني حتى بعد الاحتلال المغولي ظل موجودا، ولا نعرف بالضبط يعني ما هي تطوراته، ولكن لدينا إشارة إلى أنه كان موجودا، وأن أحد الناس يعني واسمه حسن عمره في مطلع القرن الثالث عشر، يعني بال1200 هجرية أو التاسع عشر في الميلادي، في التاريخ الميلادي. عثر أثناء بعض الأعمال الترميمية للجامع في ستينات القرن الماضي على لوح من الرخام فيه أبيات شعرية، يعني يرد في ضمن هذه الأبيات اسم حسن هذا الذي عمر الجامع. أقول هذا لأن كثير من الناس وكثير من المصادر يعني تذكر بأن هذا الجامع بناه والي بغداد داود باشا. داود باشا هو يعني لم يكن هو منشئ هذا الجامع، المنشئ الأول ربما هو الخليفة الناصر، وهناك يعني من عمر هذا الجامع بعده، لكن داود باشا نقض الجامع القديم وأدخل ضم إليه عدد من الدور ووسع مساحته، ثم بنى هذا الجامع الذي يراه الإنسان اليوم في بغداد في شارع الرشيد. جامع الحيدرخانة يمثل ذروة فن العمارة البغدادية في ذلك العصر، يعني لا نجد مثله إلا جامع الأحمدية الذي ربما سنتحدث عنه بعد قليل. يعني هذه الجوامع حقيقة يعني تتميز بسعتها وبضخامة قبابها وبتزيين قبابها بالزخارف الجميلة الموردة والنباتية على قطع القاشاني أو الآجر المزجج، وثمة قباب يعني فرعية وثمة رواقات، وبعدين أن هذا الجامع كان يتميز أيضا بوجود مرفقات يعني ثقافية أو علمية، كانت ثمة مكتبة فخمة وصفها أحد معاصريها بأنها كانت يعني تشغل قاعة من إلى جانب الجامع، يعني في ضمن مساحته، وفيها مرايا وفيها كل ما يحتاجه العلماء والطلبة، وتضم عددا كبيرا من الكتب. كانت أيضا تمة مدرسة أنشأها داود باشا سميت بالمدرسة الداودية، وقيل أنه أنشأ مدرستين معا في هذا المكان في هذا الجامع، ويعني عهد بهذه المدارس إلى أعلم علماء بغداد في عصره، وكان يوم ذاك يعني أول من تولى رئاسة هذه المدرسة، كما نقول الآن عميد الكلية، كان عالما بغداديا هو صفاء الدين عيسى البندنيجي نسبة إلى بندنيجين وهي مندلي، وهو رجل أصلا من أهل مندلي، قدم إلى بغداد ونبغ فيها ودرس واشتهر أمره، فاختاره داود باشا رئيسا لعلماء بغداد ومدرسا في المدرسة التي أنشأها وهي المدرسة الداودية في جامع الحيدرخانة. أما لماذا عرف بجامع الحيدرخانة فنسبة إلى المحلة عرفت باسم بهذا الاسم. بعض الناس يعني ربما يعني يختلفون في سبب هذه التسمية. نعم عندنا شخصية نعرفها تماما هو حيدر تشلبي الشابندر الذي عاش في القرن السابع عشر، والذي نسب إليه حمام حيدر، وهو أحد الحمامات الكبيرة المهمة في بغداد في ذلك القرن في القرن السابع عشر، وكان موجودا في شارع النهر تقريبا بين شارع النهر وبين دجلة، يعني قريب من ماذا نقول في منتصف شارع النهر تقريبا، لكن هذا زال. هذا الرجل هذه الشخصية البغدادية المهمة بعض الناس يعتقدون بأنه هو الذي نسب إليه
أو نسبت إليه محلة الحيدر خانم، مع أننا وجدنا أن هذا الاسم هو أقدم من حيدر شلبي الشابندر، هو موجود قبله بزمن ما لا نعرفه تماما، لكن المحلة كانت موجودة مشهورة بهذا الاسم حتى قبل هذه الشخصية حيدر شلبي، وإنما نسبت إلى أحد الأولياء مدفون ويدعى حيدر خان، دفن في تكية صغيرة على الجانب الأيسر من شارع الرشيد اليوم مقابل الشارع الذي يؤدي إلى القشلة أو يؤدي إلى السراي القديم. هذا المكان ظل معروفاً، والقبر هذا كان معروفاً، وهو الذي أكسب المحل اسمه فعرفت بالحيدر خانة. هذا دفن في وقت سابق على يعني حيدر شلبي وعلى إنشاء جامع الحيدر خانة، في وقت سابق ربما حتى قبل العهد العثماني. هذا الجامع كان واحداً من المعالم المهمة التي أضيفت إلى بغداد في هذا العصر. ذكرنا المحنة إلى جامع آخر وهو جامع الأحمدية، أو ما يعرف بجامع الميدان الآن، وهو يطل على ساحة الميدان تماماً ويتصل بسوق الميدان أو سوق الهرج، ويسمى سوق الهرج القديم تمييزاً عن سوق الهرج الجديد الذي يقع قرب المدرسة المستنصرية. هذا الجامع عرف بهذا الاسم الأحمدية نسبة إلى منشئه أحمد الكدخدا أو أحمد كهية، وكان هذا كدخدا بمعنى نائب الوالي، مساعد الوالي ونائبه لوالي بغداد سليمان باشا الكبير، الذي يعني تولى حكم بغداد وتوابعها في مطلع القرن التاسع عشر. عاش حياة حافلة يعني بما يحب وما يكره حقيقة، كشأن أرباب السلطان في ذلك العصر المضطرب، وأراد أن يختم أعماله أو حياته بعمل خيري نافع، فأنشأ هذا الجامع الكبير ولم يتمه، يعني لم تطل حياته لأن ينجز هذا العمل بصفة كاملة، فتولى أخوه واسمه عبد الله بك هذا العمل، ويعني جعله على النحو الذي يرى اليوم، وهو كما يراه الإنسان اليوم جامع كبير فسيح يقرب سعة من جامع الحيدر خانة، ويقرب منه من حيث الجمال، جمالية البناء وحسن تصميمه وتغليف قبابه ورواقاته بالآجر المزجج أو القاشاني الملون. ويبدو أن الجامعين يعني بناهما مهندس واحد، أو في الأقل الذي صمم زخارفهما مصمم واحد، لأنهما يتشابهان كثيرا في هذه الجوانب. في ظهر جامع الأحمدية يعني في سوق الهرج هناك سوق إذا مشيت به ستصل إلى القشلة أو إلى ساحة السراي كما كانت تعرف. هذا الدرب كان معروفا منذ العصر العباسي باسم درب العميد، وكان فيه مدرسة عرفت بالمدرسة الزيركية، وعرف في العهد العثماني بوجود أو بظهور مؤسسة سيكون لها شأن في تاريخ العراق كله، وهي تكية للطريقة البكتاشية، إحدى طرق الصوفية التي انتشرت مع مجيء العثمانيين إلى العراق في القرن السادس عشر الميلادي أو العاشر للهجرة. أهمية هذه التكية أنها تنسب إلى رجل يسمى بابا قرقر، وبابا قرقر هو الذي نسبت إليه بئر النفط الشهيرة في كركوك، وهي بئر بابا قرقر. وبابا قرقر تعني الأب النوراني،
وربما عرف بهذا الاسم لارتباط اسمه أو ارتباط شخصه بكرامة تقول يعني أنه كان السبب في تدفق هذا البئر، فسمي الأبر نوراني لأن البئر يعني دفع منها النفط وأصبحت يعني مكانا مضيئا لما حولها حينما أشعل هذا النفط أو الغاز المنطلق منه. بابا غرغور هذا يعني أصبح شخصية مهمة، وكان وليا يعني عاش في نحو سنة 900 للهجرة، وجامعه أو هذه التكية ظلت موجودة إلى أن ألغيت الطريقة البكتاشية من العراق تماما وتحول إلى جامع تولاه بعض المدرسين من آل القرداغي، ودفنوا هناك إلى جانبه، ويعد هذا المكان من الأماكن الخفية عن الكثيرين والمهمة في تاريخ بغداد بل في تاريخ العراقي بما نسب إليه من كرامة إظهار النفط في حقول كركوك. أعزائي المشاهدين، ربما ستتاح لنا فرصة في حديث لاحق للحديث عن بعض المعالم المهمة في بغداد في ذلك العصر الثالث، والسلام عليكم.